أفضل عمل عند الله أن نترك المحرم. يعني بمعنى لو نعم عملنا المستحبات وفعلنا المحرمات طبشنا نعم هي مع هي، شو فادت؟ شو بتفيد؟ لكن ما عملنا ولا نعم مستحب، نعم لا نوافل ولا قراءة قرآن ولا وصلنا يتيم ولا أطعمنا صائم، ولكن تركنا محرم الله بلحاظ وبلسان هذا الحديث، هو عمل من أفضل الأعمال عمل وأهم مقبول الأعمال. وأهم الأعمال. هلأ ما بالك على بمن، رأس هذه الأعمال أحسن، ما بالك بمن يجمع بين الاثنين، يفعل الإطعام والتسبيح والنوم والقراءة ويترك محرم ينال رضا الله؟ الله سبحانه وتعالى أكيد بلا يعني شك. أكيد هذه أفضل في أفضل. نعم.